السلام عليكم مرحبا بكم معايا من جديد وصفه جديده ان شاء الله نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وصفتنا اليوم غادي نقدموها لعشاق السوشي آه غادي نقدم لكم طبق ديال السوشي بطريقه سهله جدا ومبسطه في التحضير مع حشوه اللي لذيذه وغادي تعجب الجميع نتمنى تعجبكم وصفه اليوم تبعوا الفيديو الاخير وفرجه ممتعه واول حاجه غنبداو بها هو تحضير الارز الخاص بالسوشي هنايا كناخذوا هذا الرز اللي كيكون خاص بالسوشي راه غتلقاوه متواجد في المحلات الكبرى او في المتاجر الكبرى آه بالنسبه لي انا خديت 500 غرام ديال الرز غسلته مزيان كنغسلوه مزيان حتى كنزولو النشا اللي كيكون فيه هنا تقريبا انا غسلته اربعه ديال المرات حتى زولت النشا كامل اللي كيكون فيه من بعد كنصفيه وكنوضعو في الطنجره مباشره كنوضع عليه 600 غرام ديال الماء يعني الكميه اللي عندي 500 غرام ديال الرز كنوضع عليه 600 غرام ديال الماء مباشره كنوضعو فوق النار هنا غادي نوريكم بان الماء راه فايت الرز تقريبا بواحد سنتيم يعني كيكون الماء مغطرين الرز وفايتو بواحد سنتيم من بعد ما كنوضع الطنجره على النار كناخذو الخل ديال الرز بالنسبه لهاد الخل في المحلات او في المتاجر الكبرى كنديرو تقريبا نص كاس ديال الخل ديال الرز كنوضع معاه جوج معالق كبار ديال السكر ومعلقه صغيره عامره ديال الملحه كنخلطهم مزيان وكنخليهم جانبا غادي نعاود نشرح لكم طريقة ديال الطياب ديال الروز بالتفصيل هنايا يعني من بعد ما كنغسلو عدة مرات حتى كنزولو منو النشا كنديروه في وكان وكنوضعو عليه الما كنغطيوه ونوضعو على النار اللي كتكون في الأول كتكون نار مجهدة مجرد ما كيبدا كي الروز يبدا يغلي كنقصو عليه النار وكان عشرة ديال الدقايق وهو مغطي ما كنحركوه ما كنقيسوش يعني حاولوا انكم توضعوا الرز ديالكم في الطنجره اللي كتكون ما او في الطنجره ديال الضغط ولكن بلا ما تسدوها من بعد ما كدوز 10 دقائق كنطفيو عليه النار وكنحطوه جانبا خلوه تقريبا عشرة ديال الدقائق اخرى بلا ما كنعريوه وبلا ما كنحركوه يعني كنحطوه جانبا وكنتسناو عليه عشرة ديال الدقائق من بعد ما كدوز 10 ديال الدقائق كناخذو كنحركوه بحال هكا كما كيبان لكم الحبات ديال الروز راه كيكونوا مفرقين واخا كيكون طيب مزيان ما كيكونوش معجنين وكناخذو الروز كنوضعوه في اناء اخر عاد كنوضع عليه الخليط ديال الخل والسكر والملحه آه هنايا من بعد ما كنوضع عليه الخليط ديال الخل آه كنحاول انني نخلطو بلا ما كنعجنوا يعني كنخلطو كان كنحافظ على الحبات ديالي يبقاو صاينين ما كنهرسهمش وما كنعجنش الروز ديالي كنغطيوه وكنخليه جانبا وكندوزو باش نحضروا باقي المكونات كناخذ جوج ديال البيضات اللي كنخلطهم مزيان مع الملحه يعني غير شويه ديال الملحه مع جوج ديال البيضات وكان نأخذ المقله اللي كنستعملوا في الطياب ديال البغرير او في الطياب ديال الكريب مقله اللي كتكون ما كتلصقش كنوضعوا كميه ديال الخليط ديال البيض والملحه كنتسناو عليه شويه حتى كيطيب و كنروليه او كنجمعوه ونخلوه في الجنب ديال المقله وكنعاودو نخويو كمية أخرى من الخليط ديال البيض من بعد ما كي طيب كان كندوروه بنفس الطريقة اللي درنا في الأول وكنجمعوه مع الروله اللولة اللي طيبنا يعني كيكون هداك البيض اللي طيبنا في الجنب وكنبداو نجمعوه بهاد الطريقة اللي باينة في الفيديو كنستمر حتى كنكملو الكمية ديال البيض اللي عندنا كاملها بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في السوشي كتبقى اختياريه كتستعملوا الحاجه اللي كتبغوا نتوما واللي كيبغوا وليداتكم بالنسبه لي انا استعملت الخيار درت الجزر آه، غادي نستعمل كذلك المونغ راني وريتكم القطعه ديال المونغ اللي قطعت قداش يعني غير قطعه صغيره ديال المونغ بالنسبه للسوريمي غنحتاجوا ثلاثه ديال القطع ديال السوريمي فقط يعني ما كتحتاجوش شي كميه كثيره من هذه المكونات غير كميه قليله وكتخرج لكم آه يعني كميه ديال السوشي اللي دي كتكون كثيره هنا استعملت الجبن استعملوا اي نوع ديال الجبن بغيتو هنا درته في الكيس او البوش او طابل ممكن ديروه في بلاستيكه او ممكن تطبقوه غير بالمعلقه عندي كذلك لافوكا عندي نص حبه ديال لافوكا وهنايا عندي شرائح ديال الصومون فيومي او الصومون المدخن بالنسبه لهاد العلبه هذه فيها مية غرام انا استعملت 50 غرام فقط منها هنايا عندي البيض اللي وجدت معكم قبيله وعندي كذلك السمسم الابيض والسمسم الاسود حمرتهم باش كيعطونا واحد القرمشه اللي كتكون زوينه عندي الاوراق ديال النوري بالنسبه لأوراق النوري راه متواجدين غتلقاوهم في المتاجر او المحلات الكبرى كذلك هذه الحصيره اللي كنستعملو في لف السوشي غادي تلقاوها متواجده والثمن ديالها ماشي شي حاجه اللي غاليه وغتبقى عندكم مده طويله يعني غتاخدوها مره واحده وغتبقى عندكم مده طويله من بعد ما كنوجد هذه المكونات كامل غادي ندوز باش نبداو في تطبيق الوصفه هنايا كتاخذوا واحد الاناء اللي كتوضعوا فيه الماء ضروري انكم كتبقاو تدهنوا يديكم بالماء قبل ما تقيسوا الرز لان كيكون كيرصق شويه في اليدين هنايا كناخذ الورق ديال النوري كنديرو البلاصه اللي كتكون حرشه كنديروها من الفوق والبلاصه اللي كتكون ملساه هي اللي كتكون لتحت كنسرحوا عليه الرز وهنايا كنبدا نوضع في الجبن كنوضع كذلك في البيض او الاومليت اللي وجدت معكم هنايا كتوضعوا كما قلت لكم المكونات على حسب نتوما شنو كتبغيو هنا انا وليداتي كيفضلوها بالحشوه هذه الجبن والبيض والجزر وقطاع ديال الخيار صافي من بعد ما كنسالي من اللف ديالهم هاد الطرف الاخراني ديما كندهنوه بشويه ديال الماء عاد كنكملوا اللف ديال السوشي وكتاخذوا قطعة اخرى اللي كتعمروها بنفس الطريقه هنايا كما غنوريكم البلاصه اللي كتكون فيها هاد السطيرات او هاد الخطوط كتكون من الداخل والبلاصه اللي كتكون ملساه هي اللي كتكون من برا آه كناخذ الرز وكنبداو نعمرو بنفس الطريقه درنا في الاول يعني كنعمرو كان وكنديرو كميه ديال الرز وكندهن يدي بالماء وكنبدا نسرح فيه كنبدا نضغطو بيدي باش كنحصلو على واحد الطبقه اللي كتكون مقاده بهذا الشكل وغادي ندير الحشوه اللي بغيت انا كنوضع الجبن كنوضع قطع ديال السوريمي غادي نوضع معاهم قطع ديال لافوكا شرائح من المونغ وصافي وغنبدا ندور يعني بالنسبه للحشوه كما قلت لكم كتبقى اختياريه كديروا الحشوه اللي بغيتو والحاجه اللي كتاكلو ديما الطرف الاخراني كندهنوه بالقليل من الماء كنديروا القليل من الماء باش كنكملوا اللف باش كتلصق لنا القطعه مزيان بالنسبه لهذا الشكل الثالث غيكون بطريقه اللي مختلفه غادي يكون الرز هو اللي من برا آه كنوضو آه ورق النوري كنوضو عليها الرز ومن بعد كان من بعد كنديرو بلاستيكه من الفوق وكنعاودو نقلبوه وكنعاودو نرجعوه فوق هذيك الحصيره وكنديرو الحشوه ديالنا مباشره في وسط ورق النوري هنا كنوضع شرائح ديال لافوكا وكنوضع معاهم شرائح ديال الصومو والسلمون المدخن كنديرو قطعة ديال الجزر كما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه وصافي وكنلف القطعه ديالي بهذا الشكل من بعد ما كندورها كنجمعها كان في هذيك البلاستيكة اللي سرحنا في الاول وكنبدا نقدها مزيان وغادي نوضعها جانبا كناخد قطعة ديال البلاستيك اللي كنفرشها فوق الحصيرة وكنعاود نو... نوضع عليها قطعة ديال المونك كما شفتوا معايا قطعة ديال المونك او الشرائح ديال المونك كيكونوا رقاق بزاف كناخدوا القطعة ديالنا ديال السوشي عليها الرز من برا وكنحطوها فوق هذوك الشرائح ديال المونك كنحاول نديروهم مقادين كنضغطوا شويه باش كنثبتوهم على الرز وكان كناخذوا هذيك البلاستيكه اللي كنا سرحنا قبل ما نوضعوا الشرائح ديال المونك كندوروها كامل على القطعه ديال السوشي يعني كندوروها وكنجمعوها من جناب وهذا هو الشكل ديالها غادي نخلوها جانبا وغادي نحضر معكم قطعه اخرى اللي غادي نديروا عليها شرائح ديال الافوكا من الفوق كنديروا نفس الطريقه كنفرشوا ورق النوري وكنديروا روز ومن بعد كنديروا بلاستيكه من الفوق يعني من الفوق ديال الرز وكندوروا هاد الحصيره كلها كنعاودوا نرجعوا هاد القطعه ديالنا فوق هذيك الحصيره وكنديروا الحشوه في الوسط هنايا غادي ندير الجبن وغادي ندير شرائح ديال السلمون المدخن وغنديروا قطعه ديال الخيار قطعه ديال الجزر وغادي نوضع كذلك قطع ديال لافوكا كما قلت لكم الحشوه راه كتبقى اختياريه وعلى حسب الحاجه اللي متوفره عندكم في البيت والحاجه اللي كتبغوها نتوما تاكلوها وكيبغوها وليداتكم كنكملوا بنفس الطريقه اللي درنا في الاول يعني كنلفوا القطع حتى كنوصلوا للاخر وغادي نخليها جانبا وغادي ندوزو باش نديرو شرائح ديال لافوكا آه هنا هنايا قبل ما كديروا شرائح ديال لافوكا من فوق الحصيره كتفرشوا بلاستيكه نفس الطريقه درنا في تحضير القطع اللي زيناها بالمونغ من الوجه ضروري انكم كتفرشوا البلاستيك عاد كتوضعوا الشرائح باش ملي كتجيو تلفوها كتجيكم العمليه سهله وما كتعذبكمش هنا كتقطعوا قطع رقيقه اذا كانوا قطع غلاط غادي يعذبوكم في التقطاع ديالهم من بعد ما غتبغوا تقطعوا القطع ديال السوشي يعني كديروا شرائح اللي كيكونوا رقاق بزاف وكتستفوهم بشكل اللي كيكون مقاد كنحطو القطعه ديالنا اللي وجدنا قبل وكنحطوها مباشره فوق هذوك القطعه ديال لافوكا صافي و كندوروا البلاستيكه كما شفتوا معايا و كنجمعوهم من جناب و كنخلوها جانبا غادي نحضروا كذلك وحده اخرى غيكون فيها السمسم الابيض والسمسم الاسود مخلطين كنقادو قطعه اخرى ديال السوشي و كنبقاو ندوروها هكا في الخليط ديال الزنجل البيض و الزنجل الكحل حتى كتهز لينا الخليط مزيان من بعد ما كنكملوا التشكيل ديال القطع كلهم كنخلوهم في الثلاجه يرتاحوا من ساعه حتى لجوج ديال الساعات عاد من بعد كندوزو باش نقطعوهم كناخذوا القطعه الاولى اللي كنقسموها على جوج وكنحيدوا بعد, كان من بعد كان قسمو على عاد من بعد كنقسموا على اربعه عاد من بعد كنقسموا على ثمانيه يعني كل قطعه هنا غتعطينا ثمانيه دي ديال الحبات ديال السوشي هنا من الافضل انكم تاخذوا الموس تبقاو دوزو في الماء باش ما يلصقوش لكم الحبات ديال الروز على الموس ويخسروا لكم المنظر ديال لي سوشي ديالكم هنا كنستمر بهذه الطريقه حتى كنقطع القطع الاولين اللي عليهم ورق النوري من الفوق بالنسبه للقطع الثانيين اللي فيهم المونغ وفيهم لافوكا وفيهم كذلك حبوب السمسم كنقطعهم بالبلاستيك اللي عليهم يعني ما كنزولش لهم البلاستيك حتى كنكمل لهم التقطع عاد من بعد كنزول لهم البلاستيك اذا كانت عندكم مناسبه او عرضه او لما ديال العائله وبغيتو توجدو السوشي قبل بنهار ممكن توجدوه وتخلوه في هذوك البلاستيكات كما درنا ليه في الاول نخلوه في الثلاجه حتى اليوم الثاني عاد باش غادي نقطعوه ونقدموه للضيوف ديالنا او لعائلتنا بالصحه والراحه من بعد ما كنساليو التقطاع ديال السوشي هذا هو الشكل ديالهم هنايا كنزول لهاد القطاع البلاستيك وكنحطوهم في طبق ديال التقديم بصحة بالصحه والراحه نتمنى تعجبكم طريقتي المبسطه جدا لتحضير السوشي يعني طريقة اللي سهله مبسطه كما قلت لكم ديروها بالحشوه اللي بغيتو يعني غديروا الحاجه اللي بغيتو في الحشوه ديال السوشي وصلنا لآخر الفيديو خليت لكم الراحه و الى فيديو قادم ان شاء الله